دعوة للمشاهدة والمتابعة من جديد مع كل المشاهدين عبر قناة الشروق الفضائية وظلال الأصيل. ولعل التسامح واحد من الأشياء الجميلة، وأنا يعني في الفرصة دي وفي المساحة دي بترحم على روح الشاعر، شاعر التسامح المعروف السردوليب اللي كتب لي التسامح بصورة جميلة جدا، وكذلك رئيس جمهورية الحب حي وتحية خاصة عبر هذا المساء إسحاق الحلنجي. ودائما نحن عندنا في مساحاتنا المختلفة، سواء كان في بيوتاتنا، في مجتمعاتنا، في أماكن العمل، بتوجد خلافات ونقاشات، ولكن يكون التسامح واحد من أنبل الأشياء، خصوصا إذا واحد من الناس بادر بالتسامح والتعافي. سعيدة جدا أنه في هذه المساحة نتكلم عن موضوع مهم جدا وفقرة مهمة جدا عن الطب النفسي وعلاقته بالقانون وبالشرع ايضا من خلال مساحه مختلفه، ويعني زي ما بيقولوا محاور مختلفه. هيكون معانا فيها دكتور حمد ابراهيم، استاذ الطب النفسي بجامعه ام درمان الاسلاميه، للحديث اكثر عن العلاقه بين الطب النفسي الشرعي وماهيته في المجتمعات عموما ليس في السودان فقط. سعيده بكم، مساء الخير. اهلا وسهلا، وانا سعيد بالاستضافه في قناه الشروق، وبرضه سعيد اني اتكلم في موضوع بهم العامه وبهم المجتمع بصوره عامه. استمعنا لواحده من الاعمال الغنائيه السودانيه الجميله اللي فيها قيمه للتسامح، ودائما المرض النفسي اذا كان في تسامح كبير جدا في اي مكان في العالم، بنلقى انه الضغوط النفسيه، الامراض النفسيه هي بتخف. في البدايه خلينا نتعرف اكثر على المرض النفسي أو المريض النفسي وأسباب تواجد هذا المرض عندنا إحنا كبشر. أولاً مهم جداً الناس تعرف المريض النفسي وتعرف أعراض المرض النفسي عشان الإيرلي ديتكشن أو الانتباه لوجود الأعراض وبالتالي المعالجة، عشان الناس تقدر تتفادى ما يحدث بعدها. إحنا يمكن عارفين كلنا المرض العضوي، اذا واحد عنده حمى، عنده وجع راس، عنده الم، يمشي الدكتور عادي. صحيح. لكن يمكن واحد بيسال سؤال نفسه 200، اقول الولد ده او الرجل ده او الام دي عندها مرض نفسي. فعندنا حاجات معينه اللي بيكون في اضطراب في الادراك، يعني لا لا لا، كان المريض يسمع اصوات او يشوف خيالات، تهيؤات كلها مرض نفسي. اضطراب التفكير، مريض مثلا يكون عنده اعتقادات خاطئة، دي برضه مثلا يقول في ناس بتابعوه، ناس بيراقبوه، أو يفتكر هو إنسان عظيم ولا غيره، دي كلها من أعراض المرض النفسي. اضطراب السلوك برضه مهم جدا جدا، فالإنسان يكون عادي فجأة كده يكون سلوكياته متغيرة، فدي كل فيها انه يكون كويس جدا وفجاه سلوكه يضطرب او يتغير. ده بغضني لي سؤال، يعني معناه انه المرض النفسي ممكن ما يكون في الجينيتيك، يعني وممكن يكون في الجينيتيك الاكثر انتشارا، يعني انا اكتسب مرض نفسي من البيئه اللي حواليني ولا يكون موجود في الجينات؟ هو يعني المرض النفسي كل انسان معرض له، يعني وبعدين حسب الجينات، يعني كلنا معرضين بصوره اخرى للمرض النفسي حسب المكون الوراثي. نعم. في ناس المكون الوراثي عندهم عالي، وفي ناس يعني وسط، وفي ناس المكون الجين عندهم بسيط. فتجد الضغوط النفسيه او احداث الحياه بصوره عامه هي بتظهر الاعراض المرض النفسي. انا يمكن بشبهها زي الكوبايه او الكاسه بتاعت المويه. في ناس المويه بسيطه، ناس مويه في النص، ناس على الاخر. فاي ضغوط نفسيه بتخلي بترسب المرض النفسي وبيظهر المرض النفسي. الضغوط دي ممكن تكون ماديه، ممكن وفاه بتاعت شخص عزيز، ممكن ياخذ مثلا دراكس، اي مواد مخدره، فدي كلها ممكن تؤدي الى ظهور المرض النفسي. حتى احيانا الاحداث السعيده يعني كثير برضه المفرط، ممكن يعني ما نفرح شديد وما نزعل شديد، ما تزعل شديد، يعني واحد الزواج مثلا، الواحد يكون كل انسان بيكون سعيد بالزواج، لكن مع فتره الزواج والتفكير الكثير والضغوط كده المريض يخش في حاله نفسيه او يحصل له اعراض تحت المرض النفسي حسب المكون الوراثي اللي عنده. نحن في السودان يعني عموما عندنا مشكله مع التعامل مع الطب النفسي عموما والطبيب النفسي، بنخجل كده، يعني يقول لك فلان مش الطبيب النفسي او هو محتاج لطبيب نفسي، مع انه الطبيب النفسي ده هو يعني فتره بتاعت زغل بيتكلم عن ضغوطات، عن حاجات نفسيه متاثره فيه في دواخله وبتتعالج.
لبتاني احنا هنكون في الحته دي يعني بعدين احنا نخجل من الطبيب النفسي وزياره الطبيب النفسي؟ هو طبعا دي احنا نسميها الوصمه او الاستيغما، هذه حاجه شائعه حتى في البلدان المتقدمه ما زالت موجوده، ومحاربه الوصمه وصمه المريض النفسي دي جزء مهم على الاطباء النفسيين وعلى وسائل الاتصال وسائل الاعلام محاربه الوصمه. والناس مفروض تتقبل المرض النفسي، والمرض النفسي ما عاد نفسي بالمعنى المفهوم، يعني عضوي، يعني صحيح عضوي، لانه في مفصلات عصبيه اللي حيسموها نيورو ترانسميترز بتكون يعني ما موزونه او مختلفه، وبالتالي عضوي يعني صحيح. وحتى مرات بيحصل تغيرات في المخ وكده، فعاد يعني هو زيه زي اي مرض اخر. والحاجه المهمه الناس المفروض تعرفوا انه المرض النفسي بيتعالج، يعني الطب ده ما كل الامراض فيه هي قابلة للعلاج، لكن المرض النفسي معظم الأمراض النفسية قابلة للإنسان. يعني في أنواع العلاج ممكن مثلا أنا بعرف أنه يكون في إقراص حبوب، في تخاطب، في تفاصيل كثيرة ممكن تؤدي للعلاج تدريجيا من الأمراض النفسية. نعم، أنواع العلاج طبعا في العلاج البيولوجي اللي هو ده عبارة عن العلاجات الدركس أو الإقراص ولا غيره، في الجلسات الكهربائية بالإضافة لعلاجات أخرى، في العلاج عن طريق الجلسات النفسية، في العلاج الاجتماعي لدور الاخصائيين الاجتماعيين، وحتى في العلاج الروحي اللي هو دخل جديد بمعالجه المريض النفسي، فكلهم ديل بيشتغلوا مع بعض لمعالجه المريض. يا سلام، في كثير من الاحيان يعني بتكون في مشاكل، بتكون في جرائم، ويعني دائما بنسمع كلمه تقرير الطبيب النفسي لو كانت في مشكله كبيره حصلت فيها مثلا جريمه قتل او غيرها من الجرائم اللي بيكون فيها في شخص مدان وفي اصابع اتهام تشير لانه في لابد من توفر تقرير الطبيب النفسي. يمكن ده يعني خلانا الليله نتكلم عن العلاقه بين الطب النفسي الشرعي وتفاصيله المختلفه المتعلقه بالمحكمه عموما. خلينا نتكلم في البدايه عن المسؤوليه الجنائيه بالنسبه للطب النفسي او الطبيب النفسي. طيب طبعا ده سؤال مهم، لانه كثير من الناس بيفتكروا انه المريض النفسي اذا ارتكب جريمه خلاص ده مريض نفسي معناته هو غير مدان، وده طبعا كلام ما صحيح. والمسؤوليه الجنائيه بتعني هل مدى المسؤوليه الجاني في هذه المسؤوليه الجنائيه، مدى مسؤوليته في الجريمه اللي ارتكبها، هل هو مسؤول ام غير مسؤول؟ نعم، كثير من الناس طبعا بيطلقوا كلمه مجنون. احنا كلمه مجنون دي طبعا في الطب الشرعي ما عندنا، او في الطب النفسي ما عندنا، لانه كلمه مجنون بتاع الانسان فاقد عقله، صحيح، وده يمكن احنا نسميه الهذيان، حاله هذيان، وده حاله عضويه مش نفسيه كمان يعني. ف الهذيان المريض بيكون لا يدري عما يفعله، ده طبعا ما مسؤول ابدا زي ما قلت لك، ده حاله عضويه وليس حاله نفسيه. في بعض الامراض النفسيه ممكن الانسان يرتكب جريمه بدافع مرضي او يكون دافع اجرامي. فأهم حاجة احنا نشوف المتهم او الجاني اذا كان هو داري عن الفعل اللي عمله، وبعدين حتى الموتيف بتاعه، الدافع بتاعه، هل هو دافع اجرامي، دافع مرضي، وهكذا عشان نقدر نحدد المسؤولية الجنائية. في فحوصات معينة بتتعمل عشان انا اعرف انه الدافع ده هو بسبب مرض نفسي او الشخص يمكن يكون مجرم وداير يتستر تحت الحتة بتاعت انه هو مريض نفسي؟ والله هو التشخيص مهم جدا، تشخيص المريض. وبعدين الموضوع مش سهل يعني الناس هسه بتتكلموا في الميديا المريض عنده انفصام شخصيه، وناس يقولوا ما عنده، كل انسان شيزوفرينيا، ناس عنده، ناس بتتكلموا كده كلام كله ما دقيق وما صحيح. فاحنا يعني انا طبعا اشتغلت في اللجنه الطبيه الشرعيه، فبالنسبه لنا بيجينا حالات زي كده الموضوع بيكون يعني مطول شويه، بناخذ التاريخ المرضي، بنشوف حاله المريض قبل ارتكاب الجريمه، بعد ارتكاب الجريمه، اثناء الجريمه حالته العقليه كانت كيف، دي كلها عشان نصل لانها هل الزول ده كان عنده مرض نفسي، هل الدافع اجرامي، هل انتقامي، هل الدافع مرضي، وهكذا. مرات بنحتاج نجيب الناس المحيطين بالشخص او الجاني، احيانا اذا القرار حتى برضه ما وصلنا لقرار هل الشخص ده او الجاني ده كان مريض ولا لا، بنحتاج ندخله مستشفى او مصحه للملاحظه ولمزيد من التقييم عشان نقدر نحدد انه هل الانسان ده مسؤول جنائيا عن اللي فعله ولا لا. المسؤوليه الجنائيه يعني حتى اذا مريض كان عنده فصام مثلا، مريض نفسه بيتعالج ومعروف وكل حاجه، وارتكب جريمه، هذا لا يعني انه هو غير مسؤول. نعم
ده كله بيعتمد هيتعافى وهيجي يسأل يعني. كله بيعتمد على وقت ارتكاب الجريمه، هل هو كان ذهاني؟ ذهاني بمعنى انه شنو؟ يعني عنده اعراض ضلالات، عنده هلاوس، عنده اشياء زي كده، فده مهم بالنسبه لنا وقت ارتكاب الجريمه. فاذا كان الدافع بالذات جريمه القتل مثلا، اذا كان الجاني مثلا دافع مرضي عنده مثلا ضلالات اللي هي اعتقادات خاطئه المريض بيعتقدها، او هلاوس سمعيه مثلا نتيجه ارتكب الجريمه دي، فهنا بيكون المسؤوليه بتاعته بتقل، لا يحفى لكن بتقل. اذا كان ما عنده اي اعراض وقت الجريمه هو ما بيعامل مثل اي شخص اخر. يعني دي الحته دي بتسجني لي مدى اهليه المريض يعني. نعم يعني في المرض بتاعه وفي تفاصيله، اذا هو كان فعليا مريض ما كان مريض، الحاجه بتتحدد من خلال التشخيص، تشخيص الطب النفسي من خلال زي ما قلت لك عمليه طويله جدا، قد نحتاج اختبارات نفسيه والى اخره عشان نصل تاريخ مرضي برضه وتاريخ مرضي وكده يعني. طيب خلينا نمشي المحكمه ونشوف الشهاده في المحكمه بالنسبه للمريض النفسي او الناس اللي بيكونوا حوالين المريض النفسي. لا 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 الطبيب النفسي لما استدعوه في المحكمة طبعا تحصل كثير جدا جدا، فهو بيمشي هناك كشهادة خبير. صحيح. بعض أهل المبني عليه بيعتقدوا أن الطبيب ده جاي عشان يدافع عن الجاني. صحيح. ده نظرة ما صحيحة. هو لا بيكون مع الجاني ولا بيكون مع المبني عليه. صحيح. شهادته شهادة خبير عشان تساعد القضاء، والقرار أولا وأخيرا عند القاضي، قد ياخذ بقرار الطبيب النفسي او اللجنه الطبيه الشرعيه او قد لا ياخذ بها، فهو هو صاحب القرار النهائي. القاضي هو. طيب خلينا برضه نشوف دور الطبيب النفسي، يعني انت مثلا طبيب نفسي عندك تقرير كتبته عن حاله مرضيه مثلا ارتكبت جريمه او غيرها، فهنا الطبيب النفسي عنده دور كبير جدا وهو بجهز نفسه للذهاب للمحكمه. نعم لا 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 الطبيب النفسي طبعا القرار بتاعه عاده بيكون من لجنه طبيه شرعيه، بيكونوا ثلاثه اشخاص كلهم مستشارين في الطب النفسي، وبعد اطلاعهم على كل الحساسيات حتى محضر التحقيق محضر نعم. محضر التحقيق اللي هو المتحري لما اول ما يقابل الجاني بياخذ منه التفاصيل السيركمستانسز او الاشياء المحيطه وقت الجريمه نفسها وقت ارتكاب الجريمه، فكلها بيسأل عنها عشان يقدر يقدم يعرف هل المريض ده كان ذهاني او غير ذهاني. والشيء المفروض يحصل انه الجاني بالذات جريمه القتل، اي جاني بعد جريمه القتل يفترض انه يعرض على طبيب نفسي. يمكن بعض الدول برا ده عندهم ثابت الحكايه دي، وهنا بوجه للجهات العدليه انها تعمل تتبنى قرار زي ده انه بجرائم القتل بالذات اشترط القاتل يعرض على طبيب نفسي، لانه مهم جدا جدا نعرف حالته العقليه بعد ارتكاب الجريمه مباشره، فدي بتساعد كثير على كتابه القرار النهائي. وفي تفاصيل الرجوع برضه للتاريخ بتاعه المرضي يعني زمان من الطفوله وكده، انا دائما بعتقد انه الامراض النفسيه دي عندها علاقه برضه يعني في حاجات بتظهر في الطفوله يعني بالنسبه لي، سواء كان هو فعليا جاني وارتكب جريمه قتل. مهمة جدا انه الناس ترجع للطفولة مثلا وللتاريخ المرضي بالنسبة للشخص اللي ممكن يكون ارتكب جريمة. نحن في التاريخ المرضي لأي مريض نفسي أو سواء هو جاني أو غير جاني مش من الطفولة، من والدته كانت حاملة وقت الحمل كان هي مريضة ولا لا، ولادته كانت كيف، طفولته، أداءه في الدراسة، معاملاته، شخصيته كانت كيف، هل كان إجرامي، نفس التاريخ المرضي العقاقير لانها لها اثر كبير، هل كان بياخذ عقاقير ما بياخذ، فكلها بناخذها عشان نقدر نصل للتشخيص الصحيح. وقبل انت ذكرت نقطه يمكن انا ما تكلمت فيها، اللي هي بعض الناس بحاول يعني يمثل انه هو مريض نفسي، بتلاقينه طبعا بيعرف بالتشخيص تقريبا يعني حالات زي كده، في واحد يمثل انه هو مش النت يخش يشوف الاعراض النفسيه لكن ما بتزبط وعاده بنكتشفهم يعني بعدين الانسان ممكن يكذب مره او يمثل مره لكن ما بيقدر مدى الحياه يمثل طوال يعني عشان انه مريض نفسي عشان يخدع مثلا اطباء نفسيين وكذا، لكن بتكون في حالات نادره نجحت في التمثيل ده، تتفق معي؟ في حالات نادره ما شرط تكون في السودان، ممكن تكون برا السودان، ما نادره لكن موجوده ودونا يعني يمكن كم حالات كذا واحد يمثل انه مريض نفسي موجوده يعني، لكن بنعرفهم يعني حسب الخبره الطويله وحسب حتى بيمثل المرضى ما بيكون يعني ما بيمثلوا 100%.
صحيح. اللجنة الطبية اللي بتتكون يعني عشان تاخذ قرار، وقد يكون القرار ده في صالح المريض اذا هو فعليا مريض، او في الشخص اللي يعني اتنفذت ضده جريمة، لكن الغادي ممكن يجي يخالف القرار ده. اللجنة الطبية هنا بتعمل شنو؟ هل بتعمل استئناف عفوا، ولا بترضى بالحكم النهائي؟ طبعا احنا حتى اللجنة الطبية كما ذكرت القرار بتبنيه على تاريخ مرضي، كشف عقلي حالي، الاطلاع على محضر التحقيق برا يمكن بيسموها فزقة التحقيق، تقرير السوشيال وركر او الاخصائي الاجتماعي، الاختبارات النفسية اللي بيعملوها، وبعد ذاك بيكتبوا التقرير والقاضي عشان تساعد القاضي في اتخاذ القرار. لكن القرار بتاع القاضي احنا ما عندنا حق استئناف ولا عندنا به موضوع ثاني. اهل المبنى عليه اول جاني او الدفاع ممكن هو استأنف، ممكن يعملوا لجنة ثانية أو يطعنوا في قرار القاضي، فده من حقهم طبعا يعني. لكن إحنا كلجنة ما لنا بشغل بمتعنى. نعم، إحنا في الختام كده بنديك مساحة تقدم فيها رسالة لكل من يهتم بالعلاقة بين الطب النفسي الشرعي وماهية هذه العلاقة، ولأي مدى إحنا ممكن نخدم المريض ونخدم أسرة المريض في إنه المريض ده إدعافة تماما، في إنه إحنا نقف في مع الكلمة الصح ومع الحق. أشكرك جدا على الحلقة دي عشان توعي للناس، وبرضو عايز أنبه يمكن عندنا قافلة الطب النفسي هتكون يوم 15 و5 الولاية الشمالية، هي توعوية عن الطب النفسي وعلاجية وتثقيفية، إن شاء الله نقدر نطبقها في باقي الولايات، هي تبع مجلس التخصصات ومجلس التخصصات الطبية فالطب النفسي. الحاجة اللي عايز أقولها اللي هي الايرلي ديتكشن او التنبيه على الناس تعرف الاعراض من بدايتها، ما يخلوا المرض يستفحل والناس يتطور يعني، والناس يكونوا ضد الوصمه بتاع الطب النفسي والامراض النفسيه بتتعالج، ونتمنى انه الناس كلها يعني تسرع في مقابله الاطباء النفسيين عشان ما تحصل ما لا يحمد عقباه. ان شاء الله. شكرا لوجودك معنا استاذ الطب النفسي بجامعه عبد المنعم الاسلاميه دكتور حمد ابراهيم الحايك، شكرا لحضورك معنا، وانا بفتكر هي كانت جرعه كبيره وواقيه للعلاقه بين الطب النفسي وارتباطه ايضا بالطب الشرعي.